خلينا نرجع للدستور، دستور 2014، البداية إزاي قدر الدستور أنه يخرج هذه الطاقة العظيمة في المرأة المصرية أنها خلينا أقول تعود للحياة مرة تانية؟ خليني أخد كده الأول بداية جملة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كرم بيها المرأة المصرية لما قال أنتن عزة الوطن ومصدر قوته. هذه الجملة دايماً بتستحضرني لما نيجي نتكلم عن المرأة المصرية، ويمكن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالفعل كرم المرأة المصرية، لأن احنا شفنا في ثورة 30 يونيو قد إيه المرأة المصرية كانت الركيزة الأساسية والداعمة الأساسية لهذه الثورة، وأيضاً هي الظهير الشعبي، يعني العمود المرتكز عليه الظهير الشعبي المصري. الدستور المصري في 2014 ادى للمرأة المصرية حقوق كثيرة جدا، بداية يمكن في البند 11 لما منع التمييز بين المرأة والرجل، ادى حقوق سياسية خاصة بالمرأة، اصبحت المرأة تعتلي المناصب القيادية، اصبح للمرأة 25% من الكوتا الخاصة بمجلس النواب والمجالس المحلية، ودي كانت لأول مرة تحصل ان يكون في 25%، ويمكن كمان هي زادت كمان بتعيينات السيد الرئيس اصبحت 27%، يعني كان ده مش موجود. يمكن كمان اعطى المراه، ويمكن من الحاجات اللي انا بتاثر بيها جدا وكنت دايما يعني بستشعر فيها الماساه، هي الام التي تتزوج اجنبي ثم تنجب اولاد ولا تستطيع ان تعطيهم الجنسيه المصريه اسوه بالرجل المصري، فدي برضو مشكله كبيره جدا، ويمكن الحمد لله ان هي قدرنا نحصل عليها في الدستور في البند رقم 6. وأيضا كمان في مواجهة الزواج المبكر، ودي كانت برضو مشكلة كبيرة جدا بتواجه الشعب المصري. يمكن الدستور وضع السن الإلزامي للتعليم حتى الثانوية العامة كي يواجه أيضا الزواج المبكر. لو قلنا في قانون العمل، المرأة كانت، وعلى فكرة دي حاجات على فكرة المرأة مش بتاخد بالها منها، ويمكن هقول حاجة قصة صغيرة جدا يعني حصلت لحد قريبي. هي ولدت فراحت تخلص إجراءات الولادة بتاعتها والأجازة بتاعتها، فهم قالوا لها أنت حقك الدستوري أن أنت يطلع لك مبلغ كمان مالي مقابل الولادة، مصاريف الولادة والعملية، ودي ما فيش حد كان يعني، يمكن أنا نفسي كنتش عارفاها، يمكن أنا عرفتها منها مؤخرا. فالدستور أنا برضو ما عرفهاش، يعني احنا عارفين بياخدوا 3 شهور بعد الولادة، أصبحت 4 شهور على فكرة، أصبحت دستور كمان 4 شهور في دستور 2014، أصبحت 4 شهور. لكن حتة أنها في مقابل مادي للولادة أو مصاريف الولادة، وطلع رقم كبير يعني رقم كويس بالنسبة لها، قدرت أن هي حتى يعني سعيده جدا بيه، دي معلومه جديده جدا بالظبط. عشان كده يمكن انا بقول دايما يا ريت المراه تقرا الدستور كويس، تفهم البنود بتاعته جيدا عشان تعرف حقوقها الدستوريه اللي الدوله كفلتها لها في الفتره الاخيره. يمكن كمان لو احنا اتكلمنا على قضايا الخلع، يعني كانت في الاول ممكن تتنازل هي عن اولادها، اصبح في الدستور المصري ما ينفعش انها تتنازل عن اولادها، اصبح في تغليظ للعقوبه للي مش بينفق على اولاده او مش بيسدد النفقات الشهريه، يعني اصبح في حقوق كثيره جدا للمراه المصريه داخل الدستور 2014. تغليظ العقوبه بالظبط، لسه هقول لك قضيه كانت محوريه جدا. تغليظ العقوبه على هتك العرض، الاغتصاب، التحرش، كل دي يعني حاجات كانت بتخلي حتى المرأة بتخاف الأول زمان من هي تقول إن حد تحرش بيها أو حد ضايقها أو أو أو، النهاردة أصبح لها الحق إن هي صحيح تثير هذه القضية. طيب دكتورة جيهان، عايزة أتكلم برضو في نقطة يعني إحنا فخورين بيها، خليني أقول كمصريات، يعني الوظائف القيادية، يعني بقينا بنشوف المرأة بتتبوأ وظائف قيادية هامة جدا، والصراحة كلهم شرفنا يعني صح. عايزة أقول شايفة حصول المرأة على الفرصة إنها تاخد هذه الوظائف القيادية
واثبتت نفسها فيها بمختلف بقى ايه الدرجات بقى. لو احنا بنتكلم على وزارات، بنتكلم على سفارات، بنتكلم على في قضاء دلوقتي، بنتكلم على حاجات كتيره جدا. طيب لو هنرجع فلاش باك لورا شويه، ان الرئيس عبد الفتاح السيسي في بدايه توليه الحقبه الرئاسيه، يعني كان اول قرار لي كان قرار بيكرم المراه جدا المصريه، وهو تعيين المستشاره فايزه ابو النجا مستشار للامن القومي. طبعا دي كانت حاجه يعني كبيره جدا، لاول مره تحصل مستشار للامن القومي مراه. بالتالي احنا شفنا بعد كده المراه في 8 حقائب وزاريه في 2018. بعد كده احنا شفنا المراه المصريه محافظ لاول مره، ومحافظ شاطر جدا على فكره يعني، وبحييها بجد على المجهود. محافظه دمياط وهي يعني محافظتي الغاليه يعني، ودايما بشوف انجازات هذه المراه. لا على ارضكم مراه قويه صحيح يعني، ودمياط محافظه صعبه جدا حقيقي، مش يعني محافظه صناعيه واقتصاديه صعبه جدا، محافظه انتاجيه وانتاجيه بالظبط. فبالتالي يعني هي يعني احييها على المجهود الكبير اللي هي مقدمه للمحافظه. شفنا المراه في النيابه الاداريه، شفنا المراه في مجلس الدوله، شفنا المراه تعتلي المنصه القضائيه، شفنا المراه عمده، شفنا المراه وناجحه يعني كل ده وناجحه، شفنا المراه لاول مره وكيلا في مجلس الشيوخ صحيح. فدي كلها حاجات ومؤشرات يعني، وهي المرأة أصلا في البيت هي يعني الحكومة بتاعت البيت، فهي مدير البيت بتاعها، فبالتالي هي بتقدر إن هي يعني تنافس. حتى أنا شايفة إن احنا بننافس الرجل في هذا الوقت. أنا فاكرة إنه عام المرأة لما